طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. موقع الصحوة نت يتحدث عن ثورة فبراير في ذكرها التاسعة. 11 من فبراير ثورة حاصرت العنف وقاومت مشروع إيران. ومن العرب الجديد مباحثات بين الحكومة والحوثيين في عمان بشأن تبادل الأسرى. ومن أخبارنا المنوعة شركة طيران تدفع تعويضا لكلب مقابل إلغاء رحلته. أهلا بكم. بينما ظن كثيرون أن العملية التعليمية في العاصمة المؤقتة عدن ستكون أفضل حالا من المحافظات الخاضعة للحوثيين، تبين خطأ ذلك الظن. أما الدوافع فتتداخل بين المطلب والسياسي، يقول موقع المصدر أونلاين. المدارس الحكومية فيها لا تقدم الخدمة التعليمية بشكل متكامل منذ أشهر، نظرا لإضراب قسم من المعلمين المطالبين بزيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم. المواطن اليمني عبد القوي محمد، وهو من سكان العاصمة المؤقتة عدن، قال: يذهب أبنائي إلى المدرسة كل يوم من دون فائدة، يدرسون بعض الحصص فقط ويحرمون من المواد التي يقدمها المعلمون المضربون. ويضيف أن استمرار هذا الوضع يسهم في تجهيل الجيل في ظل عدم الشعور بالمسؤولية المنتشر. وكانت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين في عدن كانت قد دعت إلى إضراب شامل مطلع يناير الماضي للضغط على الحكومة لتلبية مطالب المعلمين المتمثلة في تسوية أوضاعهم وصرف رواتبهم الأشهر الماضية وزيادة الأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار. بحسب أم محمد مهيوب، وهي تربوية من عدن، فإن الحكومة وعدت مرارا بحل المشاكل أو المشكلة التي تواجه المعلمين في عدن، لكنها لم تنفذ شيئا حتى الآن. تتساءل أم محمد: أسعار المواد الغذائية في ارتفاع متواصل، لكن رواتبنا لم ترتفع وبقيت كما هي حتى اليوم، فكيف يمكن أن نعيش في مثل هذه الظروف؟ لكن بعض المعلمين لهم رأي آخر ومختلف، إذ يؤكد أحد المعلمين أن المسألة ليست حقوقية بل مجرد غطاء لتحرك سياسي لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي، فأعدادا كبيرة من المعلمين لم يقبلوا الإضراب وأجبروا على الإضراب بالقوة. هناك رجل خفي في صنعاء، لكن أعماله في النهب ليست خفية، وقد ذكره تقرير نشر في موقع المدار بريس. تعرف على الشعر الذي استخدمه عبد الملك الحوثي للبسط على أموال المعارضين. استند الموقع إلى تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي كشف عن الجنرال الحوثي صالح مسفر الشاعر، الذي يعمل كذراع اقتصادية لزعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي للبسط على ممتلكات المعارضين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة. وقال التقرير إن الأموال التي يتم السطو عليها تأتي من ممتلكات المعارضين من السياسيين والبرلمانيين ورجال أعمال وتجار وشركات خاصة. ولكن من أين جاء الرجل؟ وفقا للتقرير، صالح مسفر الشاعر كان تاجر سلاح بارز ويرتبط بصلات وثيقة مع زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي. في جدلية ثورة فبراير اليمنية، تحت هذا العنوان كتب نبيل البكيري مقاله المنشور في العرب الجديد، مضيفا في أجزاء من المقال: 9 سنوات من الثورة كافية لإعادة قراءة هذه الثورة وتقييم ما أنجزته باعتبارها ثورة سلمية مدنية، ولماذا أخفقت في مسيرة الوصول إلى أهدافها أو تباطأت، وضرورة عمل جردة حساب موضوعية ومنطقية لكل تداعياتها وأثارها على تحولات المشهد منذ لحظة الانطلاق سلبا وإيجابا، حتى لا تتجمد مواقفنا عند تلك اللحظة ونظل مشدودين إليها ونحن نبحث عن مستقبل كانت أحلام تلك اللحظة عنوانه وتحقيقها هدفه الأبرز، ولا تزال وليس اللحظة نفسها. جرت مياه كثيرة في السنوات التسع في مجرى الثورة، وسالت دماء كثيرة، وتحولت أفكار، وتقلبت مواقف وتحالفات، وطرأت رؤى وتصورات كثيرة تقضي إعادة التقييم بكل شجاعة وتجرد عن أي عواطف ومواقف مسبقة من كل ما جرى ويجري في المشهد اليمني الراهن. ثمة أخطاء وأسباب كثيرة للإخفاق والتعثر والفشل، منها الذاتي ومنها الموضوعي، يمكن الوقوف عندها لإعادة التقييم المتجرد إلا من الإيمان بثورة فبراير
حتمية سيرورية تاريخية لم تنتهي بعد، ولاستمرارها يجب أن يعاد تصحيح أخطاء مسارها الذي مضت فيه وأخطاء وقع فيها ثوارها، فمثلما بادرهم إلى تصحيح مسار ثورتي آبائهم العظيمتين سبتمبر وأكتوبر، ففبراير اليوم على المسار نفسه الذي يتطلب التصحيح والتقويم بوصفها جهداً بشرياً غير معصوم عن الزلل. ومن دون لحظة صدق نقفها أمام أنفسنا نحن الفبرايريين أولاً، والباحثين والكتاب والناشطين والسياسيين عشنا تلك اللحظة بحلوها ومرها، وتجرعنا مرارة التداعيات والانتكاسات التي منيت بها ثورتنا السلمية العظيمة، والتي كان أول أسباب تلك الانتكاسات حالة الهدم التي باشرتها الثورة لصنميات تلك اللحظة، محدثة فراغاً كبيراً لم تتمكن رموز فبراير من ملئه سريعاً، والالتحام بالشعب الذي خرج مستبشراً بالتغيير ومؤمناً به ومضحياً من أجله، لكنه لم تكن لديه خريطة للسير، رمياً بكل ثقله وثقته بالثوار الجدد، فاقدي بوصلة السير أيضاً. من أهم أسباب الإخفاق الراهن لم يكن عجز الثوار بقدر ما هو عقم الرؤية وغياب القراءة العميقة للماضي وعدم إدراك معادلة الحاضر السياسي محلياً وإقليمياً وضبابية رؤية المستقبل. كان للحادي عشر من فبراير 2011 بمثابة ولادة جديدة للتاريخ في اليمن، بما أحدثه من تحولات ومتغيرات لم تنتهي بعد، ويعنون موقع الصحوانت الحادي عشر من فبراير ثورة حاصرت العنف وقاومت مشروع إيران. ورغم الاختلاف حوله وما يمكن أن يقال عنه من معارضيه، إلا أنه كان ثورة بلا ثارات تجنب السير على خطى الدم والدمار ومنع الانزلاق البلاد نحو الفوضى والحرب واختيار طريق المصالحة. يؤكد التقرير نشر السلام وإرساء دعائم الاستقرار المحلي والإقليمي هو ما أراد الحادي عشر من فبراير أن يؤسس عليه عهده الجديد. ومنذ الانطلاق كانت الثورة تبحث عن الدروب الأكثر سلامة وسلمية، وتحاصر العنف وتتعاطى بعقلانية مع الواقع ومتغيراته، وتعمل لفتح حقبة جديدة. كان فبراير نداء من أجل حياة أفضل، لا من أجل موت بطولي، فلا أحد يرغب في تعريض حياته أو حياة غيره للخطر هكذا بسلامة ضمير، وفقا لتعبير مستعار من الباحث أمين حمزاوي. مجلة الصحافة الصادرة عن معهد الجزيرة للإعلام تتحدث عن قناة بلقيس وآلية العمل في تدقيق المعلومة، وقالت المجلة في تقريرها، وهو عبارة عن دراسة ماجستير للباحث محمد الرجوي بعنوان كيف أثرت وسائل التواصل على التلفزيون في اليمن. ونظرا لأن قناة بلقيس هي واحدة من القنوات الجديدة التي بدأت البث بعد الربيع العربي، فمن الطبيعي أن تستخدم القناة محتوى السوشيال ميديا بشكل ملحوظ في معظم برامجها. تحظى صفحة القناة على منصة فيسبوك الأكثر استخداما في اليمن بأكثر من 2 مليون إعجاب. بالنسبة للأخبار، تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورا هاما في مراحل اختيارها وإنتاجها في قناة بلقيس، حيث يجمع المنتجون المسودة الأولى للأخبار من منصات التواصل الاجتماعي، ثم يبدأون بالتحقق من صحة الأحداث. بعد ذلك يجري تحريرها أو الاتصال بالمراسلين في الميدان عبر فيسبوك أو واتساب لطلب المزيد من المواد الداعمة التي ترسل لاحقا إلى القناة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ثورة فبراير وجمهورية اليمن الاتحادي، تحت هذا العنوان كتب أحمد عثمان مقاله الذي تنشره بلقيس. من أراد تقييم 11 فبراير فليقيمها من زاوية الحوار الوطني كنتيجة نظيفة، والتي ضمت كل الوطن وألوانه وقواه شمالاً وجنوباً في ظاهرة حضارية غير مسبوقة أنجزت وثيقة الحوار كمخرجات لنضال متراكم منذ ثورة أكتوبر وسبتمبر وميلاد النظام الجمهوري، ونتيجة لحوار وطني راقٍ. الحوار الوطني ومخرجاته الذي اجتمع فيه كل الشعب على الطاولة الوطنية. فبراير لم تقم بانقلاب لصالح أحد، بل أنجزت وثيقة حكم انخرط فيها الجميع وسامحت الجميع باعتبار الماضي إرثاً عاماً ومرحلة يجب أن تنتهي أنا دع الماضي وراء ظهورنا.
لقد استوى قطار اليمن الكبير بقيادة وإرادة شعبية بوثيقة الحوار التي نسجها شباب فبراير بدمائهم دون ثمن أو مقابل سوى مستقبل كريم وقوي وآمن لليمن. هذا القطار العظيم تم إيقافه أو تفجير عجلاته عن طريق الانقلاب الذي أعادنا ليس إلى ما قبل الحوار الجامع أو الثورة الشعبية، بل إلى ما قبل ثورة سبتمبر وأكتوبر، نحو ماض سحيق. وما جرى ويجري لا علاقة لثورة فبراير به، بل هي نتيجة لثورة مضادة وأطماع مشاريع جشعة تم تنفيذها بواسطة انقلاب قادته جماعة تحمل مشروعاً عدمياً لا يؤمن بالمواطنة المتساوية ويدعي الاصطفاء العرقي بأبشع صوره. وهو ما تم رفضه من الشعب لينتقل فعل فبراير كثورة إلى فعل مقاوم يصطف فيه جميع مناصري الجمهورية والمشروع الوطني واليمن الاتحادي في خندق واحد، أو هذا هو الواجب والمفترض. وتحولت فبراير إلى شكل آخر من أشكال النضال لينخرط فيه كل المؤمنين باليمن الجمهوري واليمن الاتحادي والحالمين بدولة قوية تنهض باليمن إلى مكانتها الحقيقية بما تملك من إمكانيات هائلة في ثرواتها البشرية والمادية وموقعها الحاكم، كما تفعل شعوب الأرض التي تحدد مشروعها كهوية وجود من جيل إلى جيل. وهي طبيعة الثورات في الانتقال إلى موجات من النضال المستمر حتى تحقيق الأهداف وحتى تصل إلى بر الأمان، وهو أمر حتمي بفعل سنن التاريخ وتطور الشعوب التي يتحول فيها هم الوطن ومستقبله إلى هم يومي للمواطن البسيط ورجل الشارع. وهي مرحلة تدفق الشلال من منابعه المتجددة والذي يصل مداه ويحقق أهدافاً طال الزمن أم قصر. جولة جديدة تدور حاليا في سلطنة عمان بين الحكومة اليمنية والحوثيين، كما تقول العرب الجديد. فقد أعلن مصدر في الأمم المتحدة أن ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين بدأوا الاثنين في عمان جولة جديدة من المباحثات حول اتفاق تبادل الأسرى. المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته قال لوكالة فرانس بريس إن اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى بدأت اجتماعها الثالث في عمان. أوضح أن اللجنة تجمع بين أطراف النزاع في اليمن برئاسة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وبحسب المصدر فإن الاجتماع سيناقش التزامات الطرفين المعلنة في اتفاقية تبادل الأسرى التي أبرمتها الأطراف في ستوكهولم بالسويد أواخر عام 2018، حيث كان الطرفان قد وافقا في محادثات السويد على تبادل 15,000 أسير وسلما لوائح بأسماء هؤلاء إلى وسيط الأمم المتحدة. وأضاف المصدر الأممي أن الاجتماع يعقد خلف أبواب موصدة إذ لم تتم دعوة وسائل الإعلام، ولكن من المفترض أن يصدر بيان حال انتهاء الاجتماعات التي قد تستمر عدة أيام. نشرت جريدة الأندبندت مقالا لمراسلتها في الشرق الأوسط بيلترو بعنوان الحكومة البريطانية عليها واجب تجاه حماية المدنيين في مناطق الحروب. وتقول ترو من الصعب وصف كيف يبدو شعور الإنسان أو كيف تبدو الرائحة عندما تسير وسط مدينة تعرضت للقصف خلال الحرب، مشيرة إلى أن الصراعات متعددة ومختلفة ولكل الأطراف أسبابها، ولكن في كل مناطق الحروب التي عملت فيها يبدو الدمار متشابها. وتضيف في كل مناطق الصراع في جميع أنحاء العالم يكون المواطن العادي هو أكثر من يتحمل الأعباء وأكثر الأطراف معاناة. وتضيف ترو وبحسب إحصائياتهم فإن ما يزيد عن ربع مليون مدني لقوا مصرعهم في تفجيرات خلال الصراعات المسلحة في مختلف أنحاء العالم منذ عام 2011. وتقول ترو إن واجبا ينبغي أن تؤديه المملكة المتحدة لحماية المدنيين في مناطق الصراعات المسلحة. كيف ينتهي الفقر؟ مسارات التقدم الكثيرة ولماذا قد لا تستمر؟ تحت هذا العنوان كتب الباحثان في الاقتصاد أبيجيت بانجيري وإستر دوفلو مقالهما المعاد نشره في صحيفة الغد وترجمته إلى العربية. إن ما تريد معظم الدول النامية معرفته ليس ما إذا كان ينبغي عليها تأميم كل الصناعة الخاصة بين عشية وضحاها، وإنما ما إذا كان ينبغي عليها محاكاة النموذج الاقتصادي الصيني. وعلى الرغم من أن الصين هي اقتصاد سوق إلى حد كبير،
إلا أن مقاربة ذلك البلد للرأسمالية تختلف اختلافاً كبيراً عن النموذج الأنجلوساكسوني الكلاسيكي الذي يتميز بوجود ضرائب منخفضة ولوائح تنظيمية قليلة، بل وحتى عن النسخة الأوروبية للرأسمالية التي تمتاز بإسناد دور أكبر للدولة. في الصين تلعب الدولة على الصعيدين الوطني والمحلي دوراً كبيراً في تخصيص الأرض ورأس المال وحتى العمالة، وقد افترقت اقتصادات أخرى في شرق آسيا أيضاً عن النموذج الرأسمالي التقليدي وشهدت عقوداً من النمو المرتفع. ونفكر في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، وهي كلها أماكن تنبت فيها الحكومة في البداية سياسة صناعية نشطة. حققت كل هذه الاقتصادات نجاحاً مذهلاً بعد انتهاج سياسات غير تقليدية، والسؤال هو ما إذا كانت قد فعلت ذلك بسبب خياراتها أم على الرغم من خياراتها؟ هل كان شرق آسيا محظوظاً فحسب؟ أم أن هناك درساً ينبغي تعلمه من نجاحه؟ لقد دمرت الاقتصادات هناك أيضاً بسبب الحرب العالمية الثانية، وبذلك ربما يكون النمو السريع في جزء منه واحداً من عناصر التعافي فحسب. وبالإضافة إلى ذلك، أي عناصر من التجربة الصينية هي التي يفترض أن تحاكيها الدول؟ هل يجب أن تبدأ بصين دينغ شياو بينغ؟ اقتصاد فقير جداً مع تعليم ورعاية صحية ممتازتين نسبياً وتوزيع دخل مسطح وثابت للغاية، أم بالثورة الثقافية محاولة للقضاء على مزايا النخب ووضع الجميع في ميدان تنافس مستوى، أم بالأربعة آلاف سنة سابقة من التاريخ الصيني؟ إن أولئك الذين يبشرون بتجربة اقتصادات شرق آسيا لإثبات فضيلة نهج أو آخر إنما يحلمون فحسب. لا توجد أي وسيلة لإثبات أي شيء من هذا القبيل. نجح مسلسل كرتوني واحد في الدخول إلى قلب وعقول جميع الأجيال الحالية والسابقة، وأيضا ربما المتعاقبة رغم مرور 80 عاما على ظهوره، وهو المسلسل الكرتوني الشهير توم وجيري، أحد أشهر الأعمال الهوليودية التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، والتي بحسب صحيفة الشرق الأوسط تدور حلقاته حول استفزاز الفأر المكار الصغير للقط الكبير الذي يسكن معه في المنزل نفسه، وذلك عبر طرق مختلفة. شهدت مرحلة إنتاج المسلسل الشهير محطات زمنية مختلفة عاشها مصممو المسلسل ويليام هانا وزميله جوزيف بيربرا، وهما المتخصصان في مجال الرسم والإنتاج التلفزيوني، ونالا 7 جوائز أوسكار لأفضل موضوعات في الرسوم المتحركة القصيرة عن المسلسل الكرتوني الشهير. وبدأت أولى هذه المحطات مع تصميم هانا وبربرا اللذين كانا يقل عمرهما عن 30 عاما أنذاك. في عام 1940 ظهرت أولى الحلقات تحت اسم القط يتلقى ركلة، أنتجته أنذاك شركة مترو جولدن ماير الهوليودية، حيث كان يعمل فيها هانا وبربرا في قسم الرسوم المتحركة. لاحقا وبعد مرور 17 عاما على ظهور أولى حلقات المسلسل، أسس هانا وبربرا شركة إنتاج مستقلة بعد إغلاق قسمهما بالشركة إثر خفض الميزانية وعدم تحقيق أولى الحلقات النجاح الكبير. حاولت الشركة بعد خروج هانا وبربرا تطوير المسلسل عبر مصمم الرسوم المتحركة المولود في شيكاغو جين ديتش، غير أن انخفاض الميزانية وغياب مصمم الشخصيات الرئيسية انتهى إلى وقف إنتاج المسلسل بعدما لم تجد الحلقات التي أنتجاها رواجا كبيرا، ليعود الثنائي هانا وبربرا في عام 1965 من جديد لإنتاج مزيد من الحلقات بعدما عملا على تطوير الخصائص الشكلية لكل من الشخصيتين بحيث يكون المشاهد قادرا على فهم الحلقات دون حوار يرافقها. نال المسلسل رواجا كبيرا وشهرة استثنائية بعد هذا التطوير، حيث بثت السلسلة في العديد من الدول منها الهند وألمانيا وجنوب أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط والبرازيل وغيرها من دول أمريكا اللاتينية وبلدان أوروبا الشرقية. في حالة غريبة هي الأولى من نوعها، وجدت شركة طيران دنماركية نفسها مطالبة قانونيا بدفع تعويض مالي لكلب مقابل إلغاء رحلته القصيرة في إيطاليا. وقد ألغيت الرحلة لأسباب فنية
وقدم مالك الكلب طلبا للحصول على تعويض، فهل ستدفع الشركة؟ يعنون موقع دي دبليو. شركة طيران قد تدفع تعويضا لكلب مقابل إلغاء رحلته، قال رئيس هيئة النقل الجوي الدنماركية لوكا الدنماركية لوكالة الأنباء الألمانية إن شركة قد تدفع تعويضا للكلب الذي تم حجز رحلته في الصباح الباكر قبل أن يتم إلغاؤها لاحقا لأسباب فنية. وقدم مالكا الكلب طلبا للحصول على تعويض وحصلا بالفعل على 250 يورو لكل منهما، والآن يطالبان بنفس المبلغ للكلب الذي تبلغ تكلفة تذكرته الأصلية 27 يورو. وقالت مونستريست بيرغا رئيسة رابطة طيران المنطقة الأوروبية في تغريدة لها إنه في حال حصل جاك على تعويض أي الكلب فإنه سوف يصبح أول كلب يحصل على تعويض بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي. الحياة بأحداثها المختلفة ولقطاتها المتنوعة اختصرتها لنا صحيفة الجاردن البريطانية، ونحن ننقلها لكم في جولتنا المصورة. نتابع. الكاريكاتير فن طوع الخطوط لتصنع رسوما تواكب أحداث العالم وتحاكي قصصا واقعية يعيشها البشر في حياتهم اليومية. تابع جزءا من ذلك. وبهذه الرسوم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.